وأتولى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، وأذكر محاسنهم وأترضى عنهم. هذا الواجب، أنك تذكر محاسنهم وتترضى عنهم، تقول رضي الله عنهم. كل واحد إذا جاء ذكره تقول رضي الله عنه. لماذا؟ لأن الله قال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، رضي الله عنهم وأرضاهم. ويترضى عنهم ويثني عليهم، ولا يتنقص أحدا منهم أو يلتمس أخطاءهم ويشهر أخطاءهم كما يفعله أهل الزيغ وأهل الضلال، أو الجهال الذين يقولون نحن نبحث التاريخ ونحن نريد التحقيق التاريخي، ويبحثون في الصحابة وما حصل بينهم وقت الفتنة. الفتنة هذا شيء جرى، ما اختاروا الفتنة هم، لكن جرى، وقعت عليهم الفتنة، وقعت عليهم الفتنة، ابتلوا بها، فهم ما اختاروا هذه الفتنة، والذي حصل هذا بغير اختيارهم رضي الله عنهم، وهم يريدون الخير ويريدون نصرة الدين، مجتهدون في هذا، فنحن لا ندخل في هذا أبدا، وإن دخلنا فنعتذر عنهم. نعم.